في الندوة الصحفية التي نشطتها منذ أيام قليلة كنت تطرقت لمختلف المسائل ذات الراهنية على الساحة الوطنية، من بينها إلغاء المادة 87 مكرر وقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومقترحات أو أوامر منتدى رؤساء المؤسسات اللي تم عرضه على السيد الوزير الأول. نظرا لأهمية هذه المسائل ارتأينا العودة إليها مرة أخرى. هكذا في أول من هذا الشهر يعني البارح دخل حيز التطبيق ما يسمى بإلغاء المادة 87 مكرر. أريد التصحيح، الأمر لا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر، فأنا كثير من المقالات الصحفية لفت انتباهي هاد الشيء كاتبين باللي إلغاء المادة 87 مكرر دونك ينجر عنه زيادة في الرواتب إلى آخره، هذا مش صحيح. الأمر يتعلق بإعادة صياغة نخوفورمولاسيون. توجد المادة 87 من قانون العمل اللي تحدد كيفية تحديد الأجر الوطني المضمون. المادة 87 مكرر دخيلة على قانون العمل الجزائري في سنة 94 فرضها صندوق النقد الدولي في إطار تنصل الدولة وسياسة التقشف وتدمير الاقتصاد وتعويم العملة الجزائرية، وهذا المخطط اللي دمر الاقتصاد الجزائري ورماه في الهشاشة ليس فقط الشرائح اللي هي في أسفل السلم، بل دمر ما يسمى بالطبقات المتوسطة لكوش مويان دمرها. إذن الأمر لا يتعلق بالإلغاء لأنه تم حذف تعويضات، بعض التعويضات والعلاوات والأغلبية الساحقة منها باستثناء التعويضة المتعلقة بالأقدمية. التعويضات اللي تم إلغائها ما عندهاش أثر مالي كبير، هي صغيرة جدا. أما الزيادات إذن لأنه تم الاحتفاظ بالعديد من التعويضات داخل الحساب، وبالتالي الزيادات تخص فقط يعني الشرائح اللي هي في أسفل السلم من دونك الكاتيجوري من 1 إلى 10، واللي هي تشمل حوالي 2 مليون. في السابق استمعنا تصريحات في العام الماضي أونكور اللي تقول أنه من البداية 3 ملايين، وبعد ما دونها ويراجعوا كل الكونفنسيون كوليكتيف كل الاتفاقيات باش ما يكون انتاسمون، لأنه الزيادة في الرواتب راح تجعل اللي هما في الأسفل يلتحقوا باللي هما في يعني وسط السلم وفي أعلى السلم باش ما يكونش ظلم. لازم مراجعة باش تزيدوا سي الرواتب نتاع الإطارات ونتاع الشرائح المتوسطة الأخرى. لكن في الواقع الزيادة من بين 3100 دينار إلى 8000 دينار ليس أكثر. ألوغ كنا نسمع في العام الماضي تصريحات مختلفة اللي تقول باللي الرواتب تاع بعض الشرائح رايحة تتضاعف حتى 3 مرات، راح تزيد ب3 أضعاف بالنسبة للبعض. هكذا يتضح أنه هذا الشيء غير وارد. رئيس الجمهورية التزم بإلغاء المادة 87 مكرر، ليس بإعادة صياغتها إنما بإلغائها. وبالتالي اليوم احنا نشوف أنه سياسة التقشف تطبق على العمال تاع الوظيفة العمومي وتاع الاقتصاد تاع الإنتاج، إذن تطبق. صحيح أنه وزير العمل وجه تعليمه حتى للقطاع الخاص يأمر بتطبيق هذه الزيادات بحذافيرها، لكن هذا ما راح يغير شيء في مصير
هاد الشرائح اللي هما للأسف الأغلبية. فالوزير يقول إنه من هنا فصاعدا، يعني ما يصبحش كاين عامل اللي الراتب تاعه أقل من 18000 دينار اللي هو الوسان أمجي. هذا ضمن مطالبنا ونضالاتنا، ولكن لازم يقول الحقيقة أوسي، لازم يوضح باللي هذه الزيادة هذه الرواتب هي الراتب الخام سيلو ساليغ بخط، وليس الدخل الصافي الراتب الصافي سيلو با لو ساليغ نت. معناتها الأسلاك المشتركة وكل الفئات في الوظيفة العمومي وغيره في القطاع الخاص أو القطاع العمومي اللي تخلص قل من 18000 دينار راح يطلعوها لغاية 18 أو 20000 دينار أو 21000 دينار، ولكن من بعد تولي هذه قابلة لخصم الضريبة على الدخل ليغجي. دونك سو سون دي ريفينو امبوزابل، يعاود يرجعهم 17000 دينار او 18000 دينار تو جوست او 16000 دينار. دونك سا فدير ما راحش تتحسن شروط المعيشه نتاعهم، لانه ليغجي يطبق على اللي عندهم رواتب من 15000 دينار فما فوق، فما فوق يعني اللي قل من 15000 دينار. وهذا كان جزء من نضالاتنا عندما كان لو اس ان ام جي ما وصلش ل 15000 دينار، دونك عندها واحد 10 سنوات. دونك اليوم اون برينسيب هاد العلاوات لازم تقول باللي هذا الرواتب ما غير قابله للضريبه على الدخل حتى ل 25000 دينار مثلا، او موان لو سميك ادمي او موان. لكن هذا الشيء غير وارد، سياسه التقشف مره اخرى على العمال محقورتي يا جارتي، كما كانت سياسة التقشف على المتقاعدين في الزيادة السنوية 5% عوض 10% أو 11% في السنوات الماضية. وبالتالي في صفوف العمال هناك تململ كبير، لأنه فيه خيبة أمل، خيبة أمل، لأنه كل هذه الشرائح كانت تستنى بفارغ الصبر منذ 3 سنوات، منذ 3 سنوات، القرار يعود لثلاث سنوات. حتى الأثر الرجعي كان المفروض يكون من أول ما تم الاتفاق في الثلاثية ورئيس الجمهورية وافق، لكن يرجع غير لشهر جانفي، هذا ما راحش يجيب يعني حاجة كبيرة بالنسبة لهؤلاء العمال. العمال في مختلف القطاعات يناضلون ويكافحون من أجل تحسين شروط معيشتهم وبالتالي من أجل الزيادة في رواتبهم. وحزب العمال بحكم طبيعته متضامن كليا مع المطالب المشروعة للعمال، ومن بينها الإضراب اللي شنوه العمال بتاع الحجار مرة أخرى على أساس أرضية مطالب، والإدارة رافضة عاملة سياسة الأراضي المحروقة، بل أنها تجرأت وقمعت الأمين العام تاع النقابة والمسؤول الأول تاع اللجنة لا كوميسيون بارتير الكوميتي دو بارتيسيباسيون. وبالتالي هذا الشيء يبين مرة أخرى أننا كنا على صواب عندما عبرنا عن مخاوفنا أنه تكون سياسة تقشف والأوليغارشيا باش تستحوذ على كل شيء معناه يكون تجريم للعمل النقابي. نحن نشيد بالعمال اللي هبوا كلهم لنصرة المسؤولين النقابيين نتاعهم، ونضم صوتنا لصوتهم، ونسائل المسؤول على القطاع يعني الوزير المعني بالقطاع ووزير العمل، لأنه الحق في الإضراب وممارسة النشاطات النقابية هذه حقوق دستورية لا يمكن المساس بها، وهذا قمع لا يطاق. بالعودة لقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كنت تناولت المضمون في الندوة الصحفية وبينت التناقضات وكيف أنه فيه هدايا جديدة للأوليغارشيا، وأنه في نفس الوقت فيه تقشف حقيقة على عكس التصريحات الرسمية
فيما يتعلق بميزانية التجهيز اللي تم يعني التقليص فيها كثيرا، والبرامج لزوتوريزاسيون دو بروغرام، الترخيص بالبرامج ايضا تراجعت، معناه المشاريع الكبرى تراجعت، والمنتخبون المحليون نتاعنا كانوا يعني دقوا ناقوس الخطر وشرحوا لنا انه فيه قرارات تنزل تتعاطل بتوقيف مشاريع هامه، كنا سجلنا كل القرارات اللي نعتبرها جائره سيليغات، لي ديسيجن سيليغات المتعلقه بالاتاب، الرسم على النشاط المهني اللي تم تقليصها تلبية لمطلب رئيس الاف سي او، اي رئيس الاوليغارشيا. مش معناه انه الاف سي او كله اوليغارشيا، لا ابدا مش معناه هذا، لانه في الاف سي او توجد حتى 20 شركة عمومية وهي اللي تكبر حجم الشيفر دافير متاع الاف سي او، وتوجد مئات الشركات الخاصة اللي هي ما عمرها ما تدي صفقات، لانه الصفقات تروح لاقليه، الاوليغارشيا اقليه من الناس، مش الشركات الخاصه، مش القطاع الخاص التقليدي بصفه عامه، باش نوضح يعني الامر. و كنا اشرنا الى انه سياسه التقشف على المواطنين بلا تاكس دابيتاسيون، الرسم على الاقامه اللي جاء بصفة مؤقتة منذ 10 سنين خلت في الولايات الكبرى الأربع، العاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة، وهذا في حد ذاته قرار غير دستوري، لأنه فيه تمييز ما بين المواطنين أمام الضرائب، ولكن في نفس الوقت ولكن اليوم تعمم على 1541 بلدية هذا القرار، ونتاع الولايات الرابعة هدومة يعني تم زياده فيه. دونك لا تاكس دابيتاسيون ا ايتي اوغمونتي بور لي 4 ولايات او ال اكزيستي انيسيالمون اي ال ايتي جينيراليزي ا 1541 كومون، سو كي فو دير كو سي اون بوليتيك دوستيريتي، انو جيوب العمال، دونك هذا العامل اللي هو في هاد الولايات، العامل اللي سوا ديزون زادوا له 8000 دينار ومن بعد يولي يخلص لا تاكس دابيتاسيون، الى راهو ساكن في عنابه يخلص بالك 6000 دينار واكثر، او في العاصمه او في وهران وفي ولايات اخرى يخلص كمان مبالغ معتبره، اذا كان خدينا بعين الاعتبار الدخل الشهري نتاع الاغلبيه فكنا سجلنا العديد اذا من الاعفاءات الجديده لصالح اقليه. بالامس كان ممثل نتاع الاف سي او في قناه ضيف، في قناه خاصه، معليش نسميوها ما فيش مشكل، في قناه النهار، فبين انه غير راضي وانه المنظمه اللي هو يمثلها غير راضيه عن قانون الماليه التكميلي. قال انه هذا غير كافي، فيها اجراءات بصح غير كافيه، يعني رغم كل الهدايا اللي تم تقديمها، وهذا يعني الحصة انتهت بمسرحية، ولات مسرحية فيها بكاء وفيها كذا، يعني اللي عنده وقت باش يضيعه كان يتبع هذيك المسرحية. احنا هذا الشخص ما عندنا حتى مشكل معاه اصلا، عائلته عندها معصرة نتاع الزيت، احنا عمرنا ما تهجمنا على اي مواطن اللي العائلة تاعو عندها مصنع ولا عندها يعني مستثمرة في الشيء، ابدا اطلاقا. مشكلنا احنا مش مع القطاع الخاص التقليدي اللي هو مهدد بالزوال، لانه الاوليغارشيا تحب تحتكر كل المجالات، وهذا الشيء بنا وتاكد، احنا تجينا مراسلات وشكاوي من مقاولين صغار، حتى من الخارج، يعني دي زيميغري اللي حابين يستثمروا، قال انه هذا القطاع نو، هذا هو احتكار تاع فلان دروك ما يحق لحتى واحد انه يستورد فيه. دونك هو غير راضي، احنا ما عندناش مشكل معاه، هو قدم النظره نتاع اللي داروها الاوليغارشيين واللي يدعموهم. في الواقع من خلال النظره اللي عرضها
الأوليغارشيا تريد أنه دولة تزول، الدولة تزول وبزوال الخزينة العمومية باش ما الدولة ما تحصلش الضرائب إلا على العمال وعلى يعني الصغار، ولكن ما تحصل حتى ضريبة على الأوليغارشيا. يحبوا الدولة تصبح في خدمة هذا الأقلية حصريا، وأنه المداخيل من المحروقات اللي قاعدة تنقص، قاعدة تشح وتنقص، هي تخصص لهؤلاء الأشخاص. وحابين الجزائر تصبح منطقة حرة شاسعة ما يطبق فيها حتى قانون الفاست زون فرانش، ما يطبق فيها حتى قانون، أنا سمعته يقول حتى الإعفاء الضريبي، هذا العفو الضريبي اللي هو غير مقبول، اللي هادوما اللي يتهربوا من الجباية عندهم حتى لديسمبر 2016 باش يوليوا يدفعوا يعني مبلغ جزافي 7%، وفي الواقع هذا تشجيع على التهرب الجبائي، سيت ان انكوراجمون على فرود فيسكال. هو قال نو، كان لازم يقولوا لهم لمده 6 شهور ما تخلصوا حتى فرنك حتى سنتيم، ومن بعد هذيك يزيدوا يخليوا لهم اتو، يعني المزيد والمزيد من التسهيلات. الوغ واضح الان حابين منطقه دون قانون، دون اي، ما كان حتى حاجز امام الافتراس وامام استغلال الانسان، كما الماكيلادوراس في المكسيك وكما المناطق الحره تاع زنزان في الصين، وين العمال عبيد. هذه النظره معناه انه اصحابها يحبوا كما قلت لو بور لارجون دو بور لو بو اي لا في دو لا كريميير، يحبوا البقره وبنتها، يحبوا كل شيء، الدوله تكون تحت تصرفهم بكل الموارد تخصص ليهم، الوغ كو ديجا عندهم امتيازات كبيره جدا ولا تطاق، لانه التخفيض من لاتاب راح يقتل البلديات، الدوله ما راحش تعوض الخسائر نتاع البلديات. والكالبيراف عندما تتحول المهام نتاعو على المستوى الولائي، هو ديجا اصلا الان يوجد نهب في العقار الصناعي، معناه تولي المافيا المحليه هي اللي تتحكم في كل شيء. كذلك هذوما ماهمش راضيين، البلافون تاع لامبو سور لو باتريمون من اللي كان 50 مليون دينار يبدا يخلص اصبح 100 مليون دينار، يعني 10 ملاير باش يبدا يخلص، هاد الشيء ما بالنسبه ليهم غير كافي، لازم يتنحى كلش. ولا تي في ما لازمش خلاص نهضروا عليها ولا. الوغ كو ديجا الاعفاءات الضريبيه في قانون الماليه السنوي لهاد الخواص المبلغ تاعو 60 مليار دينار. 60 مليار دينار. هذا مبلغ ضخم، هذا مبلغ ضخم. الوغ كو الزياده في الرواتب بعد اعاده صياغه لا 87 بيس ما تلحقش ميم با ل 60 مليار دينار. يعني هزيله جدا. هذا الممثل اذا نتاع لفسيو هو يحسب روحه يمثل لفسيو، وما على بالوش باللي قاعد يتكلم باسم الاوليغارشيا، لانه يبدو ما يفرقش ما بين الاثنين. لانه احنا ما نخلطش ما بين القطاع الخاص عامه والاوليغارشيا اللي هي يعني تشمل فئه صغيره جدا. هذا توجه ليا، هذا سالني الما انتربلي ويقول باللي لازم نتكلموا على لي مولتي ناسيونال، والله هو كانه عايش في المريخ هذا الشخص. شكون هو الحزب ما عدا حزب العمال اللي يتكلم على لي مولتي ناسيونال؟ تعرفوا انتوما حزب سمعتوه يتكلم على لي مولتي ناسيونال يعني باستثناء حزب العمال، احنا ما نعرفوا حتى واحد. وبالمقابل هذا السيد ما على بالوش باللي في الوثيقه نتاع لفسيو كاين الدفاع عن مصالح الشركات المتعدده الجنسيه، لي زي دي او سو كوفير تاع الاستثمارات الخارجيه المباشره، وكانه لم يطلع على الوثيقه بجديه، ما كانش حزب يحارب النهب الخارجي كما يحارب حزب العمال. ونحن ندعم الانتاج الوطني العمومي
والخاص. الشرط اللي احنا نحطوه انه يكون احترام لحقوق العمال بما فيهم الحق في التنظيم النقابي والحق في الاضراب، وايضا يكون احترام للامن الصناعي، للامن في الورشات، ويكون احترام للمقاييس، ماشي كيما ستاد تاع تيزي وزو ولوتوغوت جوستومون بحد بويره وكل هاد العيوب، في عوض انه هاد اللي هو مسؤول الشركه تاعو مسؤوله، الدوله تعاقبه وتحبس ما تجيش تعطي له صفقات، تزيد له تمدد في التمويل في القروض وفي كذا، يعني فريمون تبديل للمال العام شهر في النهار. دونك الوغ بالنسبه لهذا السيد احنا سمعت شويه الحق ما ماشي بزاف، كان يكرر واحد الخطاب سمعناه ديجا دونك صبح موضه، دوغم جديد، سي ان نوفو دوغم، قال ما لازم ندعموا الجزائريين اللي يحبوا يستثمروا. واش استثمروا؟ الاوليغارشيا ما تستثمرش جامي، الاوليغارشيا تعتمد حصريا على علاقاتها داخل مؤسسات الدوله وعلى الصفقات العموميه بالتراضي. L'oligarchie n'investit pas un centime. Elle compte sur ses relais à l'intérieur des institutions de l'État. Elle compte sur les crédits publics et sur les marchés publics de gré à gré. Donc, هذا لازم يفهم يفرق ما بين المعصرة اللي تاع عائلته اللي هي معون تنتج تعصر الزيت تقدم خدمات، وبين واحد اللي يدي صفقات مجرد صفقات ويل انغرانج دي مليار اي دي مليار وما يخلصش الضرائب ويدي العقار باطل وكذا. دونك لانه هذا الدوغم الجديد انا شرحت في السابق نعاود نرجع ليه. دونك احنا بيان سور نكافح كل الانحرافات تاع لي ملتي ناسيونال. احنا اللي نضلنا من اجل القاعده تاع 51 49 واللي تم تحريفها الان لصالح الاوليغارشيا، وشكون اللي ياكد لنا بلي ماهوش دي بريتمون تاع الشركات الاجنبيه اللي تصبح تستحوذ على 100%. باسكو عندما في قطاع الأدوية شركة اللي يدي 51% أوليغارشي جزائري و 49% شركات أجنبية الممثل تاعها هو الأوليغارشي الجزائري، ولات 100%. سي دوفينو 100%. دونك هاد التلاعبات حنا الوحيدين اللي قاعدين نددوا بها ونكشفوا فيها، وحنا لا يمكن أن ندعم المفترسين والأوليغارشيا لأنها تهدد كيان الدولة، تهددها بالخوصصة وبالانهيار على الطريقة الصومالية. إذا كان ندعم المفترسين إما لا ندعم الإرهاب أوسي الجزائري، علاش ما ندعموش؟ ندعموهم بيسك جزائريين سي با غراف، وندعموا اللصوص وندعموا المغتصبين وندعموا كل هذوما الفاسدين، ما كان لاه يكون القضاء الجزائري يتابع. وعلاش نحيو الجمارك بيسك جزائريين؟ خلي يدخلوا واش يحبوا، واللي اذا كان كاين اللي يتاجروا بالمخدرات كاين، معليش جزائريين سي با غراف، عفى الله عما سلف، سي با غراف نسامحوهم. هذا غريب جدا هذا المنطق الجديد، مي حنا سي با سا كي فا نو امبرسيوني، سي ريديكول اي ابسورد، ريديكول اي ابسورد. احنا ندعم الانتاج الوطني العمومي والخاص بالشروط اللي حطيناها. لا يمكن ان ندعم دولة موازية للدولة، لا يمكن ان ندعم دبلوماسية موازية للدبلوماسية الرسمية، لا يمكن ان ندعم الافتراس واللصوصية وتبديد المال العام لصالح اوليغارشيا، لأننا لا نريد أن يحدث في بلادنا لا ما يحدث في اليونان حاليا، ولا الصمولة اللي تسببت فيها سياسات تشبه ما يريده هؤلاء الأشخاص. نحن من ناضل من أجل الأفضلية الوطنية لا بريفيرونس ناسيونال، واللي تم إدراجها في قوانين المالية التكميلية لسنتي 2009 و2010، ولكننا سوف نكافح كل الانحرافات اللي تستهدف جوستومون القطاع العمومي وتستهدف القطاع الخاص التقليدي، والاوليغارشيا كي شيرش كابوراليزي لا في بوليتيك، اللي تحب تتسلط على الحياه
السياسية وعلى الإعلام، وتحب يعني تلغي الحقوق النقابية.